اهلا وسهلا بيكم متابعينا متابعي موقع مصر مباشر، بنرحب بحضراتكم في لايف جديد من محافظة الشرقية وبالتحديد من مدينة ابو كبير. بنرصد لحضراتكم واقعة مأساوية من وقائع تعدي ابن على والده، لكن النهاردة الواقعة اتنين من الاخوة بيتعدوا على والدهم المسن صاحب ال70 عام، بيتعدوا عليه بأسلحة بيضاء وكمان بيهددوه بإلقاء مية النار على وشه. تعالوا نعرف مع بعض ايه تفاصيل الواقعة وايه اللي بيحصل مع الحاج محمد من اولاده. تفضل عرفنا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد ابو رشاد ابو جرن من ابو كبير شرقيه، شارع مصطفى كامل. الوقت الاولاد دي بيمسكوا فيا وبهدلوني الناس كبراء البلد. انت عندك كام سنه يا حاج محمد؟ 70 سنه. 70 سنه، مواليد 53. عندك كام ولد؟ عندي 4 اولاد وبنتين، خلي بال سيادتك. فالناس الكبراء البلد قال قسم مالك على عيالك عشان يبعدوا بعيد عنك، فقسمت مالي على اولادي. واثناء الورق وانا بمضي فيه فبقول لها مرتي مبسوطه كده يا بنت عيشه؟ رد ابني جاي الادب ده قال لي عيشه دي خيرها عليك وعلى ابوك يا كلب. هما كام ولد بيتعدوا عليك من اولادك؟ ولدين. اتنين. اتنين بس، احمد وبكري. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل مثلا بيمسكوا فيا. فلما قسمت مالي على عيالي شتمني في نفس الوقت بعد ما مضيت على الورق، فاللي قاعد اساب المراس عاوزين يورثونا انا طيب. فالمهم مضيت على الورق، فالواد شتمني بعد ما مضيت على الورق. بقول للراجل الكبير اللي هو مضاني على الورق ايه ينفع كده؟ قال ولدا غير صالح، ولدا غير صالح. فقلت طب الحال؟ قال سلم امورك لربنا. بعد بيومين مسكوا فيا ضربوني هما الاثنين برضو. بداية الموضوع ده كان من امتى؟ بداية الموضوع ده بداية من بقاله 4 سنين بيحاربوا فيا، عاوزين يناموا وياكلوا ويشربوا من عرجي ومن مالي. انت بتقول ان انت سافرت واني سافرت واني سافرت الاردن والعراق والسعودية وسوريا ولبنان وتركيا وليبيا، كل دي اشتغلت فيها وطلع عين ابويا. عشان عملت بنيت بيت 4 دور عشيكتين وبنيت بيت دورين وخدت ارض في شمال سينا وكله كله الهم، والاخر قالوا ادبهم عليا. فانا الوقت عاوز المسؤولين جبت عليهم قواضي. دلوقتي بيجوا لك هنا باسلحه بيضاء؟ بيجوا لي باسلحه بيضاء، كل ما اروح الارض خبطوني باول حاجه بسنجه 8 غرز في رجلي، في رجلي هنا خبطني برجلي ها خبطني في وشي هنا. ده اللي هو ابنك؟ 7 غرز. تمام. في راسي هنا 6 غرز. دي يعني جميع اجزاء جسمك؟ كل اصابع ده مش بقدر اتنيه، مكسور برضه منه. كل يوم ماسكين فيا، كل يوم ماسكين فيا. الاخر لما بلغت النيابه، النيابه سلمتني ارضي وسلمتني بيتي وحبسوه. بعد اجى الضابط قال لي شيل فرش وطشه بره، هو مطلق نسوان، وشلت كنبتين ودولاب له. هم اولادك كانوا قاعدين هنا في نفس البيت؟ كانوا قاعدين معايا. فطردت ولد ولسه احمد ده، روح شال فرش وطشه بره. فالضابط مضى على اقرار مش يجي نيتي، اجى لقى البوابه مغلوقه وغلق شكته، فراح ماشي. راح استناني بقى في الارض يمسك فيا، كل ما اروح الارض يطير ورايا ويمسك فيا، ما هو عارف اعزق الارض وعارف اسقي. وسرق المكنه ومسكته مره جنب مكنه ميه، مكنه دج ماسوره معين ودقيت مكنه وبسقي الارض منها براحها لو شالها. وتاني مره رحت لقيته ماسك حل الطرد وحل الشيك بلف. يعني بيسرق الحاجات دي؟ بسرق الحاجات دي. بيبيعها؟ بيبيعها. فالمهم حاجه له في بيتعطى اي شيء؟ لا ما بتعطاش، بيبيع وحط في البنك على طول، معاه رصيد في البنك فوق 1.5 مليون مدبجه من ورايا. انت يعني انت مثلا بتفضل حد من اولادك عليهم؟ لا ما بفضلش حد. يعني كلهم هياخدوا من المراس؟ كلهم هياخدوا، بس كده بوضعه كده محروم من المراس، هسلم ارضي انا ومالي اني للجمعيه الخيريه. تحكي لنا بيقول لك ايه يا حاج محمد؟ انت بتقول ان هو عايز يرمي عليك ميه عايز يكب عليا مية نار وبيطير ورايا، عايز يكب عليا مية نار وبيطير ورايا بالسنجة. والجيران في الأرض هناك قالوا يا ابني حرام عليك مش ينفع كده، قول مش هسيبه لما موته، مش هسيبه لما موته.
فالجيران كل لسه بيتصلوا عليا يقول ما تجيش لحظه الوقت في الارض، ما تيجي. طب انا هسيب الارض تنشف زرع ليمون والمكنه والدنيا مستنيني في الارض عشان خاطر يمسك فيا. اخر مره جالك هنا امتى ولا كان شفته امتى؟ اول امبارح. ايه اللي حصل؟ اجى جاري شافه، يا ابني انت قاعد هنا ليه؟ قال دي ارضي وارض بحبو رشاد. انا جاي اقعد في ارضي وماسك سجه طول كده مستنيك بيها. مستنيني. اجى جاري اتصل عليا قال لي ما تجيش. ليه؟ قال لي ما تجيش وبس، الواد ده جاي الادب والواد ده ابن الحرام ما تجيش. قلت له حاضر يا عم. قال ما تجيش وانا هتصرف انا معاه واطرده. يعني هو السبب ده كله ان هو عايزين ياخدوا مراسه وانت حي. واني طيب. واني طيب. اجيت لما وصلت لرئيس النيابه، ورئيس النيابه قال غير صالح، ما ينفعش جسم وانت طيب. قطع الورق وحبسه شهر. قعدت في قعده عرفيه زي ما انت بتقول. قسمتها. وبعدين مسك فيا وبهدلني، فقعد العرفيه قالوا خد ارضك، والنيابه قعد خد ارضك. انت بعد ما انت قسمت عليهم كلهم. يعني انت فعلا قسمت؟ قسمت عليهم وطلعت شروط جسمه ومضيت عليها. فلما وصلت ان انت توزع مالي عليهم الدار والارض وكله. فلما تعدى عليا مره واتنين تاني، فالنيابه قالوا ممنوع تقعد في الدار وممنوع تقعد في الارض وبره، وطردوه. فهو قاعد بره دلوقتي وبيستناني في الارض، بيقول ولا حكومه نافعاني مش يهتمني ولا يهممني من حد، وانا لازم اموت واخلي الحكومه تنفعك. يا ابن كذا ويا ابن كذا. يعني هو دايما بيسبك ايوه شتيمه وبالام والاب وقله ادب، ويسيبني في عرضي. فانا اطلب من المسؤولين يعني. طب يعني برضو احكي لنا ايه اللي انت شفتيه وايه اللي حصل. انت طبعا هنا من سكان البيت هنا. انا قاعده هنا، انا مرت الحاج فارس ابن الحاج محمد ابو رشاد. احمد بيقعد يشتم ابوه ويبهدله ويضربه في الشارع، والله احنا مصورينه، بس ابني معه التلفون، لو هو هنا كان وراك التصوير. احكي لنا ايه اللي بيحصل يعني معاه. كان بيضرب ابوه. بيضرب ابوه، ولما ابوه طرده بيستلجه هناك في الارض، يستناه في الارض، يمسك له السنجه ويسرق حشت ابوه ويضرب ابوه ويبهدله ويزجله بالطوب ويمسك له السنجه، بيقول هكف في وشه ميه نار، حرام عليه، اتق الله في روحه واتق الله في عياله. يعني هو اخر مره جاله هنا امتى وشفتوه كده؟ لا بيستناه في الارض. بيستناه في الارض. لما طردته من الدار بيستناه في الارض. او شافه في اي حته بيجري وراه ويزجله ويبهدله ويشتمه. هي معاملته كانت مع ابوه كان قبل كده شينا. والله بيبهدله وبيشتمه وبيبهدله. يعني على طول بقاله. والله. على طول. يزجل في ابوه ويشتمه بابوه وامه. علاقته بالناس اللي حواليه. شينا. متجوز مرتين ومطلقه. وجود يشتم ويبهدل قليل الادب. يعني جو مع الناس اللي حواليه برضه كذا. لا مش حلو. ما هو ده هو استغفر الله العظيم، ده هو حرام، بيسرق كل حاجه من الناس. هو كان بيشتغل ايه؟ هو بيشتغل في الطيور. في الطيور. لقى معدن الحمام والفراخ اي حاجه. قدام دار قدام الورشه يشيل بيبانه ويسرقها. والله كان كاتب في جوزي بلاغ وابني بلاغ وبهدلنا وشتيمه وقله ادب. ويشتم نتصرف. مش نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيه. احكي لنا برضه يعني انت كاحد الشهود اللي بتكون هنا في البيت وبتشوف ايه اللي بيحصل، احكي لنا ايه اللي حصل مع الحاج محمد. انا مع عبد الرحمن. بيمسك ابوه ببهدله ويروح له على الارض ومبهدله ومسك له السكينه ويجري وراه في الارض ومبهدله اخر بهدله، مش بنغرغ الحسب الله ونعم الوكيل فيه. بس يعني كل طلباتي بتكلم، يعني المشكله مش مشكله تصوير، المشكله ان انا عايز الولد ده ينقبض عليه، الولد ده ينقبض عليه وتلموه بعيد عني. وعاوز حد يجيب لي حقي، الولد ده مش لاقي حد يرده خالص، بقول انا مش هيهمني الحكومه ولا يهمني القطر، وخلي ظبط المباحث ينفعك، لازم اموتك قبل ما اروح المركز. فانا يا سيادنا الوقت يا ناس يا مسؤولين نجدوني من الولد ده واحموني من الولد ده. الولد دي ولد ايه؟ طلع ابن حرام وعاوزه ينحبس. اللي هو ابنك يعني؟ اللي هو ابني. فانا عاوز ان مسؤولين البلد، وانا لو طول اروح لسعاده الرئيس هروح له بنفسي، لكن مش هقدر اوصل له. يعني نجي لك من ابنك ولادك الاثنين. ولادي الاثنين دول عيال مش مظبوطه وعايزهم ينحبسوا.
جايبله باحكام سنه وست اشهر وثلاث اشهر و2000 جنيه غرامه، وكل ما المباحث تروح لهم يديهم فلوس ويطفشوا منه.